فهذه جات معناها ارتجاليه تزامنا مع ايام قبطاج المسرحيه، على خاطر الفنانين الكل وصلوا الامامودونيه للتوب. الوضعيه بصفه عامه ما عادش تحتمل السكات وما عادش تحتمل، رغم اللي احنا من السكتين نتكلموا ولكن صوتنا مش واصل، لان يعني كنا نتكلموا في الاجتماعات، نتكلموا في الجمعيات، نتكلموا في الوزاره، نكتبوا نعبروا على استيائنا، نقترحوا. خدمت فيها وزارة الثقافة ونعرف المشاكل اللي فيها، خدمت وكبرت فيه القطاع ونعرف زاد المشاكل نتاعو. بديت من الاول لي ريفونديكاسيون من الوضع اللي نعرفوه ونعرفوا شنو اللي صار في النيغوسياسيون نتاع الميزانية ديغنييغمون، ونعرفوا لي زانجوستيس اللي صارت بالنسبة دونك المركز الثقافي بالحمامات. دونك هذايا كان بيان سور ان اليمون ديكلونشور، على خاطر بالحق يزي باستا ستوب، لكن في نفس الوقت فو الوضعية اللي احنا نعيشوا فيها اليوم ولا سيتواسيون، سي بلوتو أكثر من أنها وقفة احتجاجية، سي فريمون ان إيتاد دو دي. الترجمة بتاع هذا الكل في الميزانية وفي القرارات تترجم إلى محقرانية كبيرة ياسر. هذا الشيء اللي يخلي الإنسان ما عادش الأرائك الحمراء يرتاح فيها. الوقفة على الدروج والوقفة في الشارع هي زمنها اليوم معناتها، وهذا شيء يتكرر مع الحكومات المتعاقبة الكل من اللي يبدينا الثورة. إن كان المدير ولا الفريق ولا الكل اللي في المركز الثقافي الحمامات، ونقولوها من غير حتى ما نحشمه، جاب مشروع معز مرابط هذاك الفريق نتاعو كي نوزا بريزونتي كي لا ديفوندو، والناس الكل دونك شافت الثمار نتاعو، أقل حاجة أو موا ندافعوا عن النوارات اللي موجودين، خاطر كان احنا بيدنا في نفسنا اون سو تيغ دي بال، دونك نقتلوا لو بو ديسبوار اللي عندنا، إي با يفو با سيتوني دو ديزيسبوار جينيرال اللي موجود. الناس الكل تتكلم في التراكن، ولكن الناس الكل ما تجهرش بالوضعية وما عندهاش الإدراك بالوضعية الحقيقية، عنده إدراك بوضعيته الشخصية وما عندهش إدراك عام للقطاع. لابد من إمكانيات للإبداع، لابد من معادلة بين الناس الموظفين في القطاع الثقافي والناس اللي مستقلين اللي مهمش طالبين الشهرية دائمة من عند الدولة. هذايا التوازن هذايا لابد باش نلقاوه. سيد الوزير لم الاحباب والاصحاب ولم اللي ساعدوا والغى وبعد اللي ما يساعدوش، وهذا اللي شفناه غيالمون. المشروع هذا هو مشروع قائم الاول على فساد، وخلينا نقول الكلمه كما هي، على خاطر سي فغي سي ان بو كرو، مي هذا اللي متاكدين منه. اليوم الناس اللي قاعده تتضامن على المشروع هذا قاعده تهد في الثقافه، مش قاعده تبني في الثقافه. المشروع هذا هو مشروع سياسي بحت، ماهوش موضوع مشروع ثقافي، مشروع قاعدة تزين به الحكومة هذه في تصويرتها لدى الخارج، والوزير خاصة هذه لدى الخارج. فاليوم المثقف قال لا، احنا ما نزينوش بينا المحفل وما يساعدناش ان نتزينوا بينا، ونحبوا نقفوا لهالمدينة هذه اللي هي الشعب التونسي حاط فيها دم قلبه. والقطاع هذا ما يتصلحش بالوضعية، ما يتصلحش مؤسسة بركة، يا ما يتصلح بصفة عامة ولا ما يتصلحش. وأول إصلاح هو إذا كان اليوم نعبروا على حكاية 1%، هو 1% وما يمشيش للفونكسيونمون، ما يمشيش للتصرف، لازم يمشي للإبداع.